الأجواء الرمضانية مقارنة مع الرمضانات ديال الأعوام السابقة، يعني ملي كنا صغار في رمضان ديال الأعوام السابقة كنا كنحسوا برمضان قبل ما يدخل يعني بشهر أو شهرين، يعني كتحس بديك الأجواء الروحانية قبل ما يدخل رمضان. حتى بالنسبة للمواد الغذائية كنتي كتاخد المواد الغذائية يعني بثمن، يعني ثمن بسيط وثمن في المتناول، كنتي كتقدر تشري بزاف ديال المواد يعني باش تزين بها مائدة الإفطار. دابا ولا الثمن ديال الأسعار يعني طالع شوية، ولات كتحس تبغي تشهى شي حوايج باش تزين بهم مائدة الإفطار، ما كتقدرش على حساب حساب الميزانية ديال الجيب ديالك. واحد الوقت كنا حتى بالنسبة للإفطار كنا كنجمعوا عند العائلات، يعني كل عائلة كتعرض عليك تفطر عندها. دابا الناس ولات منشغلة، يعني يا ترى يستقبلوا الابناء ديالهم بيناتهم، وما بالك بالعائله، يعني ولات الايمانيات ما بقاتش، الناس ولات تابع الماديات وتابع تابع الماده كما نقول، يعني ونسيت الامور ديال صله الرحيم، يعني وهذا هو اللي كيوصي به الله عز وجل في رمضان، يعني صله الرحيم والصدقه وقراءه القران، يعني بزاف ديال الحوايج. من طبيعه الحال كاين فرق، لان الاجيال كل جيل عنده، سمعتي، كل جيل عنده طقوس ديالو. الجيل ديال الستينات وديال الربعينات وديال الخمسينات راه هو ماشي هو ديال 2000 وديال التسعينات، ولا راه كل واحد عنده الاجواء ديالو. الناس كانوا كيعيشوا رمضان بتقاليد، ودابا ولاو كيعيشوها بتقاليد اخرى. دابا رمضان ولا مودرن، ما بقاش ذاك رمضان الاول اللي كان، دابا ولا مودرن رمضان. والانسان راه كل واحد كيفاش كيعيش الاجواء ديالو، كل جيل كيفاش كيعيش. وداك الشيء راه باقي، راه ما عمرو تحيد من المغرب. راه بالطبع ديالو هو اجتماعي، الناس اجتماعيين بالطبع ديالهم راهم اجتماعيين، لهذا راه كيكون داك صلة الرحيم راه فيها كل شيء. ما بانش ليا ما كاين فرق لا والو، عادي، ما كاين من غير الجو راه ما كاين حتى فرق. برد الجو بارد، ما جاش في حرارة، ما كاينش حرارة بزاف، هذا هو الفرق بالنسبة لي أنايا. لا هاد العام رمضان مزيان بخير، راه اللي كيصوم بالايمان ديالو ما كيفكرش في الكرش، فهمتيني، راه كيدوز رمضان عنده مزيان، ما بقاش من اللي يخرج من الفجر مول صلاة الفجر كيمشي كيفكر في كرشو ولا سخفة ولا عطاش ولا شي حاجة، كيقول حقا راه انا غادي نجوع انا عطاش امتى نفطر. اللي غادي خارج غادي يفطر غيصوم بالايمان ديالو، ما غايتحس حتى بشي حاجة، وكل شيء بخير ولا خير الحمد لله. الاجواء رمضانيه شعبيه بخير ولا خير، ما كاينش مشكل، بخير ناشطين الحمد لله، ما عندنا حتى شي حاجه. ولا كون كامل صايم على الصحه والله غجيعين، الصيام ما كاينش، انا نبصم عليه بالعشره، الصيام ما كاينش بحال هكا. وصل هذا الشعب المغربي بحال هكا، ملي مشى الصيام مشات مع الاجواء، مشى مع كل شيء، باسكو الصيام هو اللي كتجي مع الاجواء، ملي مشى الصيام مشات الاجواء، بقى غير بلادي مجيع مسمي صايم ما كاين والو، والكوارث اللي كتوقع دابا ما كتوقعش في ايامات الفطور. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.